السلام عليكم حبيباتي صحباتي اخواتي المتابعات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم جيتكم بهذا العمل تاع اليوم، يدخل في الديكور. الديكور حنديرو بالخيش، ببواقي الخيش، الخيش او لي شوت تاع الخيش. هذا درت بها قدان نعمل بالخيش هذا في خاص بالديكور، ها لي شيت برك. وهادو اعواد الشواء ولا شيش الطاووك، هادو اعواد الشواء في كل بيت كاينين هادو. واني قصيتهم درت الاعمال العمل تاعي مسبق توجور، انا نخدم خدمتي هكا قصيتهم باش من بعد هادو واني نغلفهم بالخيش. وهادو البكاكر هادوك تاع كي خلصولي تاع الساتا 0.5، شوفوا هادو. و غطاء هذا تاع الشامبو ولا لابخي شامبو، باردون ها تاع لابخي شامبو. وهذه تاع قرعة تاع سعيدة، هادو كلنا حندير بهم عمل ان شاء الله ينال رضاكم. درك نروح ونرجع لكم. هاني وليت لكم، رايحه نغلف هادو عواد الشواء ولا شيش طاووك هذا، نديروه بالسيليكون هكا. انا من قبل اني درت الاخرين فما يطواليش الفيديو، هكذا تلصقيهم هكا مع بعضاهم مادام السيليكون طري، تسويهم على قد بعضاهم هكذا. ها كون انا عندي عود هكا جاي هكا خشين، تما درتو على ثلاثه، ودوك نغلفو بالخيش هكذا نديرو الخيش. هي نورمالمون نديرو بالخيط تاع الخيش، تما يحكم الوقت هذاك تغلفيه هكذا وتغلفيه. التغليف تاعو ساهل ماهل، ها هكا كي تحتاجي السيليكون ديريه، كي ما تحتاجيش برمي برك هكذا تغلفي هذا العود كامل ولا اعواد هذا الشيش طاووك هذا ولا اعواد الشواء. تحطي السيليكون هكذا مام هنا ثاني فوق الخيش هكذا. هذه هي تبدي تثبتيه مليح بدل السيليكون هكذا تقصيه هك زايد هادو، تعدليه مليح هكذا. وهادو لي زايدين هادو لي هاك خارجين على الخيش هذاك هكذا، شوف تنحيهم برك هاك بالمقص هكذا. ها انا غنلفسو بون، نحيو هذا الشيء اللي زايد هذا بقايا هادو، نضفو السطح هذا بون. بعد ما ها هذه نعت لكم كيف انا نغلفو بالخيش هكذا، نجيب لكم اللي درتهم من قبل. ها درت هادو هاهو، دوك نوليو لهاد الغطاء هذا، الغطاء هذا باه نديرو تاع الديكور، نغطيه باه نديرو اون فاز تي فاز هكا بون. نحطو السيليكون هنا، حاجه سهله ماهله يعني في متناول الجميع، واي واحد هكا ينوض يديرها ما كان حتى مشكل هكذا. وتغطي السطح هذا كل يبان هذا لورانج هذا، تغطيه بالخيش هذا
هكذا زيد لي هذه الجهه. انا درت الاخر الغطاء تاع سعيده تاع الماء سعيده، يعني درته وعدلته وخليت هذا، قلت نشارككم مع به. انا نقول باردون، لا عفوا، ندخلوا هذا كل هذا كامل ندخلوه لداخل. اوكي نثبتوه كل هنا هكذا هك، نديروه فاز صغير نبهيو به العمل تاعنا. السيليكون انا توجور نخدم بالسيليكون، يهبل خموس عليه يدير عملي، تخدمي به يتثبت، تكاي عليه بشويه ان مومون تلقاي كلش لصق هكذا. باردون ندير ويحرق يعني يعود سخون بزاف. بون نجيبو هذا البوكي تاع هذا الورود اللي يتباعوا في محلات لوازم الحلويات هكا، تباهي بيهم مام الحلويات ويباهي بيهم بهاد الورود. كاينين الصغار خلاص، كاينين هكا، كاينين كبار، كاينين بون نبهي و نديرو فازا بهاد نطيشو هادو ونحطو السيليكون، نحطو هنا في هاد البلاصة ونحطو في الورود تاني باه يلصقو. تاعنا ربعة هكذا. أنا درت بهم أعمال هادو وزالي فدعلو، قلت نخدم بهم هذا العمل هذا اللي درتو درك هكذا. شوف هكذا دوك نعدلوهم. مازالت هذه الرابعة، نزيدو نحطوها تسمى كلش من المنزل، ما شريت والو المرة هادي، هادو كل اللي فدعلولي. باردون طاب بابا سخون الشمع، قلت له تول هو لي فان تاعي، تجيو تخدموا بالشمع عندكم تضغطوا عليه شويه هاك يبان العمل تاعكم. شوف بون انا دوك نزيد لازمني نبهيه، هذا ما يبقاش هاك، هذو كيعودوا الجوانب باش لاصقين تلصقيهم. نزيدو نحطو له هاد الخرزات ولا اللولي هذا هكا، هذا اللولي باه يجي باهي ويمدلو رونق وجمال. شوفو زي ماه هادو بالدم ما خليتو، نديرو معاكم الاخر درتو وحدي تما باه ما يطواليش الفيديو. شوفو زي ماه، شوفوا الأناقة، شوفوا الجمال، ها شوفوا زي ما خمص عليه، ها شوفوا زي ما تازي حيو الشمع، هذا البقايا تاع الشمع، خيوط وخيوط تاع الشمع وخيوط تاع الخيش. شوفوا زي ما شوف هذه الفازا، ونزيدو نجيبو روضة، هذه درتهم رود، حندير لكم عربة تاع ورود، عربة تاع الورود، درت الرود هادو، شوفو غلفت هذاك بوليستيران هذاك، غلفتو بالخيش، وأنا درت لافينيسيون، دونك لافينيسيون نديرها معاكم. هكذا شوف، واني درت الاخرين من قبل وحدي، تسمى باينه هذه الخدمه، تسمى ما يطولش الفيديو، باينه خدمه خفيفه ظريفه تاع شغل يدويه، يعود عندها لا ماتنو ديرها، ما كان حتى مشكل
هكذا. وانا نشتي انا الاشغال اليدويه ملي كنت صغيره، نشتي نخدم هكا من بنتي هكا قبل ندير نحل القناه، ندير بنتي نبعث للشيوخه تاعها، الشيخات ولا الشيوخ، كاين واحد الشيخ ثاني نبعث له هكا ل بورت ستيلو ولا حاجه مخدوم مروعه، قال لها تحفه فنيه. يعني انا من قبل وانا نشتي ندير الاشغال نديرهم هكا ونبعثهم كهدايا ولا من قبل، لا ما نرسم الرسومات ثاني، نرسم ندير مكادر ونبعثهم هكا ل مع بنتي، نمدهم كهدايا لحبيباتي لصحاباتي. ما تاع الخيش هذا درت لا سيغي تاع الخيش، ودخلوا القناه في الفيديوهات تاعي القديمه تشوفوهم، تاع الديكور وتاع كلش، تاع الطابله تاع كلش، لي ناب درت كلش تاع الخيش زدت هذا. بون يلي فان تاعي دوك نبداو نركبو هاد العربه. بون انا قصيت هادو طوال هكذا، وهادو زوج تقريب زي بعضاهم، هذاك بون نبداو. هاني كيما درت خلصت هذا، هاني خلصت هذا، ها من قبل درت زوج، ها مزوج هادو اللي يجيو من ومن تاع العربه، دوك نلصقهم على المباشر، نلصقهم وانتم تشوفوا. ما انا خدمت خدمتي، جو في مو طرافاي افون اي بوي جو مونت، جو فير لو مونتاج افيك فو. بون باردون بيسك سنيرسي، نحطو هذا ونحطو هذا. انا ان شاء الله نريسي في هاد العمل تاعي هكذا. شوف بدات تبان، بدا يبان العمل تاعنا يا لي فان تاعي. شوفوا شوفوا الجمال، شوفوا الاناقه هكذا. شوف هادو الربدات اللورانيين نتكاو ان مومون، ومن بعد يلصق السيليكون في الخيش. بون نجيبو هادو القطعتين، هادو اللي يجيو هكذا هكذا. ها انا شوفي ندير دوك نديرها لكم ب التفاصيل مملة، شوفوني على المباشر نركب فيها هكذا. انا قلت لك دوك الطير بسكي مازالت طريه، وانا حطيت لها ها زيدو نتكاو عليها ان مومون هكذا هكذا، ونزيدو الكوتي الاخر. ها انا كيما في تسمى هذه من الفكره تاعي كيما في مخي، ماشي داروها من قبل، لا العبد ماشي حصري في قناتي هذه، هذه داروها من قبل. بصح انا ثاني درتها كيما شفتهم تشبههم، يعني هما داروها زي وانا درتها زي، يعني بخاس كي شب تشبه في تاعهم هكذا. شوفوا عربه تاع الورود للديكور، تسمى تحطيها في هكا في بلاصه في كوان من كوان دارك، تحطيها في الصالون، تحبي تحطيها في بيت القعاد، تحطيها في اي ديكور ستان ديكور، ما في الكولوار، ما المهم تحطيها في اي ركنه من اركان البيت. هذه بدات تبان، ونتمنى يعني تصلح لي بيسك مازالت ما لصقتليش. بون نروح نولي لكم، سامحوني لي فان تاعي راني درتها ركبتها وحدي هنا تسمى على جل السيليكون طري، ما دارش. شوفوا زي ما هاي بنت العربه
تاع الديكوراسيون، شوفوا خموس عليها، شوفوا زيماه، شوفوا الجمال، شوفوا الأناقة. هاني نعسها لكم بلي كوتي كامل. ها شوفوا هذه شغل فيلو عربة يقولوا لها فيلو العربة. بون شوفوا هذه قبل ما نحط هذه نزيد نحطوا الديكور ديكوريو بهادو اللولي هادو حطوها هنا، حطوا وحده هنا اسمي نديرو زوج يجيو مليح هاك، حطوا وحده هنا زوج سما زوج فوق بعضاهم لاصقين، حطوا هنا ونحطوا شويه هنا سيليكون من تحت هكذا، ونلصقوا هادو اللولي ونزيدو زوج منا هكذا على الجهة هادي. سمعني كي لصقت بسي بها لصقلي في الخيش مع الاخر ما لصقوش مليح، حتى لصقتهم حتى انا لقابلتهم الرياحة فونجيلاتور باش يحو. نزيدو نحطو هادي هنا، ها هاكم تشوفو لي فان تاعي هاكا، كنت حندير جاو عاليين درت زوج، كنت حندير وحدة برك، ونزيدو نحطو وحدة من راح نقص، ونزيدو نحطو وحدة من ولا نديرو شنو هادو ماشي قد بعضاهم، ها مش قد بعضاهم، نحطو وحدة من وحدة من الفوق في القيدون، القيدون تاع هاد ال تخيك هذا شغل جوغ تاع فيلو، حنا بالعربية نقول لها عربة هكذا. نديرو لها هادو اللولي هذا في الجوانب هكذا، انا الحق درتها مغلفتها كل بالخيش، كاينين واحد يديروا الخيط تاع الخيش ويبرموه، ما عنديش بلا باسيونس والله، يا مات هادو مش عنديش قو، درت غلفتها طول بالخيش سي با غاف، جات باهيه خموس عليها. درك نكملوا الديكوراسيون تاعها. بون شتي هادي الفازا، شتي الفازا هادي صغيرة نديروها هنا، نحطولها اسمح نحطو هادي هنا يتبان لكم هكذا، نحطو شوية هنا تاني باه تلصق هكذا هكذا. شوفو شوفو الليفان تاعي جات خموس عليها. ايه رأيكم يا يعني فان تاعي؟ وهذه تاع هذه الغطاء تاع الاخر تاع قلعه سعيده تاع الماء درتها تي فاز، شوف فازه صغيره نزيدو نحطوها في الامام تاع كرسمو تاع هذا العمل تاعنا هكذا. ها جات هايله، شوفوا شوفوا الليفان تاعي، شوفوا يا المشاهدات شوفوا جات خموس عليها. بون درك نزيد نحط لها لهنا شويه على هذا الكاسمو، انا كنت راح نديرو ابيض ما عنديش، لقيت ارجونتي كنت خلي ندير ارجونتي، وهادو بقاو ربعه شويه صغار، درت انا صغار وشويه المتوسطين والكبار ثم ما ناس نحطو هنا باه نخفيو هاد البلاصه هادي نخفيوها من هكذا، نحطو لها وحده هكا وحده منا هكذا هكا
ونزيدو نحطو لها وحده هك هنا من وهنا كاسيو هذا لا كولور هذه تاع الخيش. شوفوا الجمال، شوفوا الاناقه، يا سلام يا سلام يا سلام على الديكور، يا سلام. هكذا شوفوا زي ما هجاو. انا نروح درك ونعتلكم الشكل النهائي تاعها. هذا هو الشكل النهائي تاع هذا العمل تاع اليوم، ان شاء الله ينال رضاكم وينال اعجابكم يا لي فان تاعي. وما تنساونيش في اللايكات، وما تنساونيش التعاليق الجميل تاعكم، وما تنساوش تبارطاجيوه مع صحاباتكم وحبيباتكم. والجدد مرحبا بكم في قناتي، قولوا لي الاشتراك. ما نطولش عليكم ونقول لكم سلام.